جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من كلمة أيضا يحفظكم الله لنساء الأولاد تجاه أمهات أزواجهم؟ لا شك أن نساء الأولاد عليهن حق واجب لأمهات أزواجهن من أجل صلاح العشرة بينها وبين زوجها، ومن أجل إعانة زوجها على البر لأمه، لأن الزوجة السيئة قد تكون سببا في عقوق زوجها لأمه، بينما قد تكون عونا له على بر أمه إذا صلحت وأصلحت. الزوجة يجب عليها أن تتقي الله في حق أم زوجها، وأن تحسن العشرة بينها وبينها، وأن تكون عونا لزوجها على البر بأمه ليحصل لها بذلك الأجر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم.